أقيمت في ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين صلاة موحدة برعاية المجمع العالمي للتقريب بين وحضر صلاة وتم بهذه المناسبة افتتاح جامع السيد محمد علوي المالكي وحضر صلاة جمع من شيوخ العشائر ووجهاء الناحية بالإضافة إلى المسؤولين الأمنيين في الشرطة والحشد الشعبي. يذكر أن هذا الجامع احتضن أول صلاة جمعة موحدة تقام في ناحية يثرب منذ تحريرها من احتلال داعش الإرهابي. نحن في مجمع التقريب الإسلامي أخذنا على عاتقنا العمل من أجل ترسيخ الوحدة الإسلامية بين أبناء الشعب العراقي وحل المشكلات والعوائق اللي تعترض هذه الوحدة المقدسة. من جملة الأمور التي وضعناها في أولوياتنا هي فتح المساجد في المناطق اللي تم تحريرها من داعش، وحضورنا اليوم في مدينة يثرب وفي هذا المسجد المبارك هو في ضمن هذا البرنامج الذي أخذه على عاتقه مجمع التقريب، طبعا بالتعاون مع الإخوة في الحشد الشعبي وبالتعاون مع الوقف السني وبالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية الأخرى. بتعاون كل هؤلاء بحمد الله اليوم تمكننا أن نجتمع هذا الاجتماع المبارك في هذا المكان كدليل على أنه يثرب رجعت إلى حياتها الطبيعية، ونأمل إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة بقية المساجد تفتح أبوابها، خصوصا نحن على أبواب شهر رمضان، على أبواب أشهر مقدسة رجب وشعبان، استعدادا لاستقبال هذا الشهور المباركة. تم افتتاح هذا المسجد وسوف تفتح إن شاء الله تعالى المساجد الأخرى. جهود مشكورة من قبل المجمع العالمي للتقريب والأجهزة الأمنية المحررة والماسكة لناحية يثرب من حشد شعبي وجيش وشرطة. تم بعون الله هذا اليوم الجمعة المبارك إن شاء الله افتتاح أول مسجد وجامع في ناحية يثرب. ناحية يثرب تحوي على 63 مسجد وجامع كانت كلها معطلة بسبب عصابات داعش الإرهابي. هذا اليوم إن شاء الله أقمنا صلاة جمعة وجماعة خلف الدكتور خميس العزاوي إمام جمعة تكريت في ناحية يثرب لإيصال رسالة إلى الجميع بأن العراقيين موحدون تحت خيمة العراق الواحد، لا تفرقهم الطائفة ولا المذهب، يجمعهم الدين، تجمعهم المحبة. وإن شاء الله ندعو الجميع أن يحذوا حذو هذه الممارسات وهذه المبادرات الطيبة لإفشاء الأمن والأمان في عراقنا الحبيب إن شاء الله. حقيقة هذا يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مبارك علينا، إذ جاءت المرجعية من بغداد إلى هنا لكي يفتتحون جمعة مباركة في ناحية يثرب بعد انقطاع دام حوالي عام. فنرحب بهم أجمل الترحيب حقيقة. ونحن في يثرب منهجنا منهج وسطي معتدل، لا إفراط ولا تفريط، وننبذ الفكر التكفيري الذي قتل الناس على الهوية بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن مسرورون بوجودكم هنا وبوجود مسؤول التقارب بين المذاهب في العراق، ومسرورون بكل الذين حضروا من عصائب أهل الحق ومن الأمن الوطني ومن الشرطة الاتحادية. في هذا اليوم المبارك تم إقامة صلاة جمعة موحدة في منطقة يثرب، وكانت هنالك لقاءات جانبية كثيرة تطرقنا فيها إلى المشاكل والحلول وتشكيل اللجان المناسبة لحل هذه الإشكاليات، وهذه خطوة سوف تتبعها خطوات بإذن الله تعالى لتذليل كافة المشاكل وإعادة هذه المنطقة إلى سابق عهدها بتلاحم أهلها والقوات الماسكة للأرض. فلهم منا كل الاحترام والتقدير والشكر الموصول لكل من ساهم في هذا الموقف بإذن الله تعالى.